مشاهدينا برحب فيكم بفقرتنا الأخيرة من برنامجنا الصباحي على الموعد. بتمنى تكون فقرتنا اللي تعجبكم لليوم. بيسعدني استضيف معي السيدة ميشيل نبهان وهي مانجينج دايركتور اوف بلاسم ايجنسي. اهلا وسهلا فيك ميشيل. ثانك يو باميلا. رح نحكي اليوم مع انه خلص موسم الاعراس. اذا بدك رح نعمل خلاصة لموسم الاعراس، خاصة الاعراس اللي عم نشوفها بلبنان عم بتكون جراندوز. مظبوط. وبتعرف القدرة الشرائية عند المواطن اللبناني قلت، خاصة عند الشباب. بالزواج دايما بيكون في يعني الوفاء، أهم شيء بنقول الوفاء، ولكن الكابل ما عم بيكتفوا بهذا الموضوع وعم بيقرروا يروحوا يعملوا أعراس كتير كبيرة. بحكم شغلك ميشيل، كيف كانت صيفية 2019 وقديه عن جد نحن اللبنانية عم نصرف على أعراسنا؟ هلا 2019 اذا بدك فينا نقول كانت يعني مع انه الوضع ما كان كثير منيح كالوضع الاقتصادي، بس مع هيدا وكله قدرنا نعمل ويدنجز اذا بدك بالبادجت يلي بتلاقيه انه منه البيدجي الكبير يلي العالم يعني عم اوقات عم تتدين تتعمل عرسه. هالسنه كان العالم الكابلز عم يجوا عارفين شو بدهم، عارفين البيدجي قد ايه عندهم ومكتفين فيه، وعملوا اعراس عن جد كثير حلوه عم بتكون بالبيدجي المناسب. حلو. مع انه عن جد بالاقتصاد ما كنا كثير يعني بتحس العالم عن جد عم تشتغل بلكي ثلاث اربع شغلات كرمال تلحق تتعمل قصص، بس مع هيدا وكله قادرين يعملوا، كانوا اعراس كثير مرتبين وبالبيدجي يعني قد ايه مشال البيدجي؟ عم نحكي قد ايه الرينج تبع البيدجي؟ الاعراس بده يبلش اذا بدك فينا نبلش نحط من 50,000 وبيوصل معك طلوع المينيموم 50؟ يس مينيموم 50,000. هذا اذا بدك عم نعمل عرس اللي عندك تقريبا 300 شخص معزوم. هو تخبري كل العالم بتقول انه ليه بدي ادفع هالقد مثلا كثير على عرسي، او ليه بدي كيف فيني اوفر بعرسي، بس انت ما تزيد عدد الاشخاص بالعرس بينزل دغري البيجي عندك، لانه هو اغلى شيء قد ايه يعني. اول سؤال بيسالوك اياه السبلايرز العدد، الحياه اللي نحن كم شخص عندك، بس يقولوا لك هيك دغري بيعرفوا قد ايه قادرين يسعروا لك. يعني عم نحكي اذا 100 150 200 شخص اقل بكثير من 300 يس. شخص. اي اكيد يعني بيوصل 30,000 35,000. اكيد بنرجع بنقول هيدا اللي عم نحكي الويدنج الكثير سامبل، يعني اكيد ما عم نجيب انترتينمنت كثير، عم بيكون فيري فيري سمبل يعني، وبيكون بيرضي الكل. يعني مش انه عم نقول هذا العرس البيجي واطي يعني ما بيرضي العالم، بالعكس. السوق عم بيساعدكم ميشيل؟ يعني الاسعار بالسوق عم بتساعد العرسين بمحل معين؟ ليك اوقات عم بيساعدوا كثير، لانه صار في كثير اذا بدك منافسه. يعني انا بصرت هلا وقت يكون عندي بيدجي معين عم بشتغل فيه عم بجي اقول له معي هالقد بدك اياه، اوكي ما بدك رح روح عند حدا غير بياخذ. فهيدي الطريقه انه تقدري تحكي مع السبلاير بطريقه انه انا معي هالقد بدك تاخذهم هودي هن، هذا كثير عم بخلي السبلايرز شوي اذا بدك يخففوا اسعارهم، لان في محل ما بعرف اذا بتتذكري من سنتين عليوا كثير يعني الاسعار وهيك. فهذا الشيء اللي ما ساعد الكابلز، يعني بدل ما نحن نساعدهم تيقدروا يتجوزوا بالبيدجي المناسب وما يقدروا يعني ما بدنا اياهم يتدينوا تيعملوا عرس، العالم هون صارت انه لا بدنا نجي شوي نروق الوضع، نحط اسعار معروفه يعني ومقبوله مقبوله يعني تيقدروا مزبوط تيقدروا كلهم يتجوزوا ويكونوا مرتاحين. يعني هلا صار فيك تضغطي على السبلايرز بالدولار بتقولي له معي كاش دولار هالقد، لانه هلا الدولار مفقود من السوق. شو عم بيكون الهاجز عند العرسين؟ اكثر شيء بتشوفه انه العرسين موترين على الموضوع؟ ليكي اكثر شيء عندهم هاجز وحيد انا بضلني اسمعه عن جد على طول، انه كيف بدي ارضي العالم؟ بدي اعمل شيء تارضي الناس للاسف. أي يعني كيف بدي خلي العالم تحكي عن عرسي تاني نهار؟ طيب بعرف انه عن جد العرس هو اهم يمكن اهم نهار بحياه الكوبل يعني بيكون، بس كمان انه انا بضلني اقول لهم فكروا بالاول بحالكم بعدين فكروا بالعالم. اذا انتم عازمين 200 شخص طيب معقول تقدروا ترضوا 200 ذوق؟ يعني هيدا مستحيل تصير. فهيدا اكثر شيء بضلني اسمعه بالاعراس. تفاصيل بتفوت فيها من اصغر تفصيل لاكبر تفصيل، كيف بتواكب العرسين كايفنت بلانر بالعرس؟ مثلا هلا انت قلت انه احنا خلصنا الويدنج سيزون، هلا انا فيني بلش من شهر الجاي يعني ديسمبر للاعراس يلي سنه الجاي ببلشوا، يعني تقريبا من ماي او جون 2020. مزبوط 2020 بنبلش معهم من هلا، يعني من قبل بست سبعة شهور عم نشتغل يعني اذا بدك بازا با، يعني كل شغله عم نفوت فيها ديتيل ورد انترتينمنت، حتى السيت اب تبع الطاولات نخلق التام تبع العرس، بنعمل كل شيء فروم اي تو زي. وحتى يعني بنفوت بالبادجت، يعني انا على طول بقول لهم للعرسين
اعرفوا قد ايه عندكم بيدجي بنشتغل على على اساسه، اساسه. مش تجوا لعنا مش عارفين شو بدكم. وهذا لانه يعني فينا انا سعر حيلا شيء بيتسعر على بيدجي كثير عالي، فينا اعمله هو ذاته ببيدجي اوطى، بس انتم تعوا جيبوا البيدجي وقولوا وخبرونا اكثر. يعني انا بضل اقول لهم خبروني شوي عن ستيل العرس اللي بتحبوا يكون معمول تنقدر يعني ننفذه اذا بدي. فاي اكيد فروم اي تو زي بنفوت فيهم، حتى من برزه العروس بنفوت، يعني شعراتها فستانها بنتدخل، لانه ما فينا نكون مثلا عاملين عرس كثير سامب ويكون فستانها كثير كبير شك كثير وغيره. يعني مبين انه هيدا انه حرام. بالعكس نحن بدنا كله يكون مع بعضه متناسق، العالم تكون عم تنبسط بالصوره وهن يكونوا مرتاحين كمان بذات الوقت. صح، 2020 هلا جايين على 2020. بس ايه كنا عم نحكي تحت الهواء انه كيف ال 2000 كل العالم رح تتجوز، صح. هلا 2020 أيه. متوقع الاسعار تطلع تلقائيا لانه الطلب عم رح بزيد. يعلى، صح. هيك كنت عم بحكيها مع كوبل مش من زمان صراحه، قلت لهم انه انتم منقيين 2020 يلي هي كل العالم هلا رح تركض عليها هيدي الدات، لانه ما بعرف كيف يعني الناس اذا بدك شوي بلبنان. هلا انا بحسها شوي سخيفه اذا بدك، بس هن بينبسطوا فيها انه بيقولوا انه نحن جوزنا 2020 او بدات معينه مثلا 22 2020. يمكن بكره لما بحس ينسى هيدي العريس الدات كمان احسن ما معقول تعمل له يمكن. شي قصه. صح، فايه انا يعني بتوقع هلا الاسعار كمان رح تعلى زياده من ورا اذا ضلت هيك الايكونومي اوضاع كمان ايه. اكيد بلبنان. بس ان شاء الله لا، يعني انا بضلني اقول انه عن جد ما لازم، بالعكس نحن لازم نكون واقفين حد الكوب كرمال يقدروا يعملوا عرسهم، مش يكونوا انه عم يتضايقوا هن وعم يعملوا العرس. ديجا اصلا فتره التحضير هي توتر، صح. وتزيد اعباء المصاري، واذا بدي ارضي هيدا وما بدي ارضي هيدا العالم رح تحكي على كل الاحوال اكيد عملت منيح صح. ولا عملت وحش. مزبوط. ميشيل، نهار العرس خبرينا شوي كيف بتفوتي بتفاصيل العرس مع العروس مع العريس، او على مين اكثر بتركي، على العروس او على العريس؟ نهار العرس اذا بدك بنكون نحن واعيين قبل عم ايه. يعني التيم تبعي يعني وانا اكيد واعيين قبل العروس حتى، لانه كل نهار العرس بنكون نحن رسمين اذا بدك البلان تبع النهار يعني وعلى الساعه، يعني ماشيين حتى اوقات انا بيضحكوا علي اوقات انه بقول لهم مثلا 10 ودقيقه بدكم تكونوا تحت مثلا، يعني هالقد بنكون فايتين بالديتيلز، لانه في عندك بروجرام بده يمشي، واذا ما كان في حدا كل الوقت على راس العروس والعريس هن مبسوطين قاعدين أكيد. بالبيت عم هيك عم مع الاهل عم يتصوروا هيك، فبدك حدا يضل من برا موجود يعني بس اذا بدك ينظم هيدا الشيء كرمال يوصلوا العالم على الوقت، لانه هلا اوكي بلبنان بفهم الناس تتاخر شوي تتوصل وهيك عشقة سير وغيره. مزبوط اي، بس مهم انت تكون ريدي، يعني انا على طول بقول لهم لو العالم اخرت العرس بس مهم نحن نكون جاهزين، صح. يعني لانه كل شيء ببلش يعني على الوقت، اكيد بنبلش من على بكره وبنفل نحن اخر عالم من يعني مع العرسين بتفلوا. صح اي. هلا سالتيني عاملين اكثر شيء من ايه. من صله الضوء، يعني اكثر اذا بدك العروس، لانه العروس هي بتكون ديجا الاتنشن كثير عليها وعامله ستريس وبدها كل شيء يكون بيرفكت، فنحن اذا بدك واجباتنا اكثر بنكون انه نوقف حدها نضلنا عم نريحها كل نهار، انه مثلا وانا اكثر شيء عندي بعمل مثل تشيك ليست انه هيدي خلصت هيدا انعملت كل شيء دان بس ناطرينك، يعني لهالدرجه بنصير عم نفوت معهم تنريحهم، يعني العريس بيكون مبسوط مرتاح ما عنده كثير لبس هالبدله 100% ما عنده شيء غير البدله. صح مزبوط. ميشيل بعد هيك سؤال، نهار العرس بتعرفي كمان الاهل بيتدخلوا قبل ودورينج وبعد العرس، صح. قديش بتواجهي مشاكل بتدخلات بتصير اوقات من الاهل نهار العرس، تكون انت حاطه بلان معين وبيجيك الام او الخاله او ما بعرف مين من العائله؟ الام عادة. الام عادة. هيدي كمان واجهتها كثير هالسنه، يعني 2019 كانت الام على طول عم تعطي اذا بدك يعني انبوت بالعرس، انه عم تعطي انه مثلا انا بدي عبالي اشوف هيك على الطاولات، عبالي مثلا بالاكل يكون هيك، هودي نحن اكيد بناخذهم كثير بعين الاعتبار، لانه اذا بدك يعني فرحتهم كمان اكيد ايه، وزياده انه بدهم يكون كل شيء بيرفكت، لانه كمان في معازيم الاهل هن بدهم يبيضوا وجههم اذا بدك قدامهم وهيك، فكثير بناخذ بعين الاعتبار، بس بالنهايه بنرجع للكوب، يعني انا بضل اقول لهم انه اوكي اكيد مع كل احترامنا انه للاهل وهيك، بس انا بهمني اعرف انتم شو بدكم، بدكم مثل ما هن عم بيقولوا بنعمل نحن هيك، ما بدكم بنغير.
فا ايه الام كثير هالسنه تدخلت هالسنه وكل سنه شكلها. هلا انا ثقبت انه هالسنه كثير يعني لاحظتها بين كل الكابلز انه الام انه مثلا احكي مع الماما عرف الماما شو بدها. يعني لا الكابلز كمان هون لازم يعرفوا شو بدهم شو ما بدهم، مثل ما قلت العالم بدها تحكي على كل الاحوال شو ما عملتي. ميشيل، المشكله بلبنان هي مشكله ثقافة عنا بموضوع الأعراس، يعني منسافر لبرا ما منشوف أعراس كتير مثل بلبنان، ما منشوف ولا دولة أوروبية يمكن أو أجنبية هيك أعراس، هي ثقافتنا هيك أو ليش نحن بنعمل هالأعراس الكبيرة؟ ليكي انا بقول هلا من زمان على ايام اهلنا اذا بتتفرجي على الفيديو بتقولي انه يي كوكتيل انه طب كيف كانوا يقتنعوا بهيك شيء. هلا انا بقول السوشيال ميديا كتير كتير غيرت كل نظرة العالم لهيدا الدومين، يعني صاروا عم يجوا لعندي عاملين سكرين شوت من أعراس شافوها قبل مثلا بالسنة، بدي أعمل مثلها، بدي عرسي يكون هيك. هيدا الشيء إذا بدك خلى العالم يعني هيك تغير شوي نظرتها وتخليهم صار عندهم هاجس وحيد إنه أنا بدي أعمل عرسي أحلى من إكس فلان أو يعني. وهذا الشيء أنا اللي ما كتير صراحة بحبزه، لأنه بفضل انه لا اذا بدنا نعمل شيء نكون شيء عن جد بيلبق للعرسين، بيلبق للتام كله تبع العرس. يعني ما فيها تطلب مثلا العروس نعمل شيء كثير يعني مبين انه واضح انه دافعين عليه مصاري وعرسها بيكون عرس صغير سامبل بيلبق له القصص الكثير رايقه وهيك. فاكيد نحن هون حتى بنتدخل بهذا الموضوع، يعني لو حتى العروس بدها هيك بس بالنهايه في الايمج اللي بدها تطلع، لانه مثل ما قلت السوشيال ميديا كله عم ببين على السوشيال ميديا، فنبين صورة حلوة على انه نبين بس انه نحن دافعين مصاري تنعمل عرس. بتقنع الكابلز بشيء معين او بتحس انه لا في تشبث؟ يعني انت كميشيل وك قد ايه لك بالدومين تقريبا؟ خمس سنين اكتسبت خبرة بما فيه الكفاية مفروض. بتقنع الكابلز يعني بيوصلوا لمحل بيقتنعوا منك؟ ليكي بمجرد انه جايين لعند ويدنج بلانر، يعني هن بدهم حدا عنده اكسبيرينس، حدا يقدر يساعدهم تيعملوا الشيء اللي هن بدهم اياه. مش على طول بقدر اقنعهم بطريقه انه هي يعني على طول اذا بدك بنجرب نوصل على ايديا اثنين بيكونوا راضيين، يعني انا بكون راضي اللي عم بعمل فيه وهن كمان. لانه مثل ما قلت لك اوقات يعني وقتها مثلا بتقلي بدنا نعمل ايدي معينه بتطلعي هيك طب اوكي البادجت ما رح يساعدنا انه نعمل هيدي الفكره اللي انت حطيتيها براسك، تعي نعمل غير طريقه. فهون بتصير هون بنجي نحن يعني بنجرب نلاقي اذا بدك يعني احلى طريقه مزبوط تيكونوا هن راضيين ونحن قادرين نحقق لهم يلي هن بدهم اياه. نعم. في كثير اعراس هلا خاصه السنه الماضيه لمشاهير او اولاد مشاهير عم نشوف البري ويدنج والسهره اللي قبل العرس والعرس والبوست ويدنج هولي شو يعني كيف بتفسريهم؟ هودي ما كانوا عنا بلبنان، هودي اخذناهم من برا. يعني بتعرفي وقتها انت تروحي تحضري عرس برات لبنان بيكون يعني بيعطين العالم على ثلاث ايام، بهالثلاث ايام بدهم يعملوا لهم شيء، ما رح يتركوهم يومين لبس نهار العرس. هي البري ويدنج ويدنج بوست ويدنج جبناها كلها من برا، هي ذاتها طبقناها هون. ليكي منا غلط وقتها اذا بدك يكون في اول شيء بادجت، لانه عن جد أكيد. هيدا بادجت لحاله بري ويدنج وبوست ويدنج بكفي الويدنج قد ايه رح يكون عم بكلف، فزيدي عم بتجيبي لهم هالقصص. هيدا يعني طلعتي كليا من فكره يعني الاعراس يعني فوق ال 100,000 صح مزبوط اي. هلا كمان برجع على قصه انه ما بدي العالم كمان تفكر انه ما في عرس بينعمل باقل بودجي، بالعكس يعني شو ما كان البادجت بينعمل احلى عرس بس يكونوا هن راضيين وهن مقتنعين فيه. فهيدي البري ويدنج والبوست ويدنج هلا كثير ليتلي ضاربه مزبوط اي وعم تطلع هلا صارت مهضومه اكثر انه اوكي بدل ما اعمل باتشلر عم بعمل بري ويدنج. هيدي مهضومه يعني انا بالعكس عم حبذها كثير وصاروا عم يجمعوا يعني الشاب والبنت اصحابهم وعم يعملوا لهم بري ويدنج بدل اهضم من ينعمل باتشلر. بلكي انا بالنسبه لي 100% حتى البوست ويدنج يعني انا ما بفهم العرسين تعبانين من نهار العرس بيعملوا لهم برانش يعني انه كمان كثير يعني بتلاقيها منا لوجيك ابدا. هلا بفهم انه في ناس يمكن للايماج تبعهم او معهم مصاري ربنا نعم عليهم قادرين يكبوا مصاري هالقد على الاعراس.
اضافه للاعراس ميشيل، انت بتاخدي غير اشياء، بتاخدي أكيد مرافقات، بتاخدي انجيجمنت، بتاخدي كل الايفنتس. engagement events، يعني حتى corporate events بنعمل، اوكي، شركات يعني بنعمل لهم كل شيء from A to Z، gala dinner. كمان بتتبعي ذات التكتيك بلان yes. بلان وعلى الوقت وكل شيء؟ أكيد إيه. ليكي بالأورجانيزاسيون ديز ايفينمون أهم شيء الديدلاين، يعني تكوني واصلة على الإيفنت أنت ريدي، ونهار الإيفنت تكوني موجودة على الأرض وعن جد عم بتتابعي كل شغلة، يعني من كراسي لإضاءة لزينة لأكل، كل هودي القصص بدها يعني عيونك 10/10 بدها تكون بهذا، يعني هذا الدومين صح بتعب بس كتير حلو حلو. للي بحبه يعني، وبيلي بينجح فيه بيكون عن جد لأن بحبه. مش بدك ابتكار، بدك تكوني عن جد حدا كتير كرياتيف، صح لانه مزبوط كل عرس غير عن التاني وكل كابل غير مية عن بالمية التاني. ايه. نصيحة للعالم اللي بدها تتجوز هلا بال2020، من البيدجي للفنيو لكل شيء، خبينا شوي شو بتنصحي والاشهر اي متى بتنصحي؟ اوكي هلا اول شيء اكيد اذا بدهم يروحوا على اوت دور ويدنج، هون بنرجع للستيل، يعني هن شو عبالهم يعملوا. في عندك عالم حتى بالصيفيه بيقولوا لا انا بدي اندور ويدنج لانه شوب انا هيك بفضل وهيك، مثلا ايه ما هيك في بحسي كثير عالم. احسن. وعندك عالم لا بيقولوا انا اوت دور، مش لانه يعني اوقات في ناس يعني كابلز عندي انه ديجا عملت لهم عرسهم قالوا لي اخر هم يفتصوا العالم، مهم انه يكون عندي صور حلوين انه اوت دور، اوكي، لانه الاوت دور غير الاندور، خلص انحكمت بمحل معين الصور لو شو ما صح صار بدهم يطلعوا يعني كيف ما كان. الاوت دور اكثر بيطلع لك صور حلوين فيردور يعني بالطبيعه وهيك. ليك النصيحة انه يكون عندهم بودجي ومقتنعين فيه، يعني كل واحد، انا بقول انه كل واحد بيعرف قد ايه قادر يصرف على صح نهار عرسه، وبعرف انه نهار العرس شيء كثير مهم عند الكوب، بس كمان انه بدهم يكونوا واقعيين انه بدي اعمل عرس، بدي ارضي العالم، بدي ارضي كمان انا حالي، وبدي ارضي جيبتي مثل ما ما بدي بقول. اتدين صح 100% وفي ديونه من بعدها. مزبوط. فتأنصح بالويدنجز وبالستيل الاعراس بلبنان هلا، اذا بدك عن جد كل الويدنج كل الفانيوز حلوين، يعني ما فيك تقولي لا هيدي الفانيو ما بتشبه، يعني بدك تروحي اكثر على اذا بدك العرس الفانيو يلي بيشبه عرسك تم عرسك، يعني قد ما تكوني عم تعمليه باغلى محل تكوني عم تعملي العرس، ويكون عرسك منك دفئ، يعني منك حاطه اذا بدك القصص يلي بتجمل بعد الفانيو صح ما راح يبين شيء من اللي عم تعمليه. فهذا اول شيء، يعني عن جد بنصح كل كوب هلا، خاصه لانه سنت الجاي وهلا فافا راح تكون غير سنه دجا انا بلشت بالنسبه لإلي. الحجوزات صح اكيد. مزبوط من هلا، يعني هداك الشهر بلشنا ناخذ الحجوزات تبعنا. كرمال هيك يعني بقول جيبوا البيدجي حاطين عارفين قد ايه لازم هيدا، واستكتوا لهيدا البادجت، يعني مش انه يلا اوكي بنطلع شوي او بننزل، خلص هيدا هو سكروا عليه قفلوا عليه، هيدا للعرس هيدا هو اللي رح يكون. وقد ما كان العرس يعني العالم ما تفكر ما تخاف انه انا ما معي بيدجي تعمل عرسي، بالعكس فيكم تعملوا بيدجي تعملوا عرس بحيالله بيدجي عندكم اياه، بس مهم تكونوا انتم راضيين، هذا يعني عن جد اكثر شيء بضل نقوله للعالم. وبالنهاية هيدي ليلة مثل ما بنقول منحضر كرمال خمس خمس ست ساعات ساعات تقريبا، يعني اذا ما صح بدك تحسب الكنيسة عم تحسب بس الفانيو، او ما بتحسب ما بعرف، يعني بتفرق اصلا بين طايفة وطايفة، ولكن انا بقول دايما انه العرسين بدهم يكونوا هن راضيين بغض مزبوط النظر عن الاهل عن أكيد القرايب، يعني ويعزموا اصحابهم، ما أكيد كتير يكتروا من عزايم مزبوط القرايب، يعزموا عن جد القراب كتير لإلهم. ويعزموا عالم بيعرفون بالعرس، ايه يعني انا مره عن جد عملت عرس العروس ما عم تعرف عمين عم بتسلم عمين عم تقول ميرسي انه عم بيقولها صح مبروك، ولانه كان العرس كتير كبير ومش هن اللي كتير عازمين، يعني الاهل الاهل هن عايزين. اللي عازمين وما بيعرفوا للناس، هيدي كمان عن جد نقطه كتير مهمه باميلا، لانه هلا بتعرف العالم بدهم يردوا عزايم لبعضهم صحيح بدهم يبينوا نحن شو عملنا بعرسنا، نعم بس بالنهايه ما حرام انه هالكوب لانه عم يدفع على ناس عن جد ما بيعرفهم، يعني انا شو بدي بإكس اجى على عرسي ما بعرف شيء عنه. فاي وخاصه بتعرفي ليه قلت جان يكونوا، لانه جان هن بيعملوا اللي الجو. بيعملوا الجو، ايه ما في يعني انا بنبسط وقت يجوا يقولوا لي، بس اول سؤال بسالهم اياه قد ايه عندكم معازيم قد ايه منهم جان جان
فاعرف الستيل الويدنج كيف راح يكون، يعني صحيح. اذا كثير كبار العالم وهيك ما راح اقدر نطلع بافكار مهضومه هيك، بيقدروا هن كمان ينبسطوا فيها. مزبوط. سو ميشيل 2020 دات مميزه وبلشتوا تاخذوا حجوزات، انتم الايجنسي تبعكم اسمها بلاسم ايجنسي، بتاخذوا كل شيء، اعراس، ويدنجز، خطبه، قلت لي حتى لشركات، كيف بيقدروا يتواصلوا معكم؟ في رقم على التليفون، وفيهم كمان يعملوا فولو على البيج تبع انستغرام، هي بلوسم ايجنسي، وفي تليفون كمان محطوط على البيج، سو فيهم يدقوا في فيسبوك كمان، فيسبوك كمان، فيسبوك بلوسم دونك ايجنسي، فيسبوك انستغرام بلوسم ايجنسي لكل الايفنتس يلي بتحبوا انه ميشيل تكون عم بتحضر لكم اياها. الاورجانيزاسيون تبعك لا مبينه قديش عن جد اون تايم، وبتمنى لك كل التوفيق على امل انه فعلا دائما ضلنا هيك في فرحه وفي بهجه عنا بلبنان، وهالكابلز يقدروا يتجوزوا، لانه حرام يعني بين اسكان وبين ويدنجز هالكابلز فاتين حيطان، صح اذا فينا نقول. فعلى امل هيك الوضع الاقتصادي يتحلحل شوي ان شاء الله. ثانك يو لك ميشيل نبهان على هيك حديثك الحلو وعلى كل النصائح اللي قدمتيها اليوم للعرسان. مشاهدينا لهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم، ملتقى انا معكم بموعد جديد. دائما تابعونا على انستغرام بيج مريم تي في لبنان، وعلى فيسبوك مريم تي في لبنان.